Your Excellency أصحاب الفخامة عبد الفتاح صاحب الفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية Your Excellency صاحب الفخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا صاحب الفخامة أبي أحمد رئيس وزراء الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا صاحب الفخامة فاوسن أرتشينغ تاوديرا أردير رئيس جمهورية وسط أفريقيا صاحب الفخامة السيد محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد صاحب الفخامة الرئيس محمد يونس المنفي المنفي Chairman of the Presidential Council of Libya. المجلس الرئاسي بليبيا. Your Excellency صاحب الفخامة موسى الفقي محمد. موسى الفقي محمد. Chairperson of the African Union Commission. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. Your Excellency صاحب الفخامة General Ahmed Abulghiz. السيد أحمد بلغيت. Secretary General of the Arab League. لجامعة الدول العربية. Honorable Foreign Ministers. السادة معالي وزراء الخارجية. معالي السفراء. And members of the diplomatic community present. وأعضاء السلك الدبلوماسي الحاضر هنا. Distinguished guests. الضيوف الكرام. Let me begin my remarks. By thanking His Excellency بإبداء بعض الملاحظات وأتوجه بالشكر لصاحب the President الفخامة of the Arab Republic السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتنظيم هذه القمة for organizing this summit. We gather here today نحن نجتمع هنا اليوم in pursuit of a shared goal حضوريا من to discuss هدف ومناقشة سبل انهاء الأزمة في السودان. Let me also underscore دعوني أيضا أؤكد that this summit على أن هذه القمة came at a critical time تأتي في وقت حساس وحرج بالنسبة لنا. The immediate neighboring countries فالدول المجاورة جوارا مباشر للسودان. This summit gives us an opportunity to deliberate on the situation in the Sudan. It also affirms to the world, to the whole world, that ending the Sudanese conflict is a priority for Sudan's neighbors. The IGAD region and more importantly the African Union. ايضا ومهم ايضا بالنسبه لجامعه الدول العربيه والاتحاد الافريقي اصحاب المعالي هذه القمة ليست منتدى جديد a meeting of Sudan's neighbors هو اجتماع لدول جوار السودان المعنيه بأثر الصراع السوداني both inside the Sudan في كل من داخل السودان وخارجها وأثره على دول الجوار منذ أن حيث أن هذا الصراع الذي اندلع يوم 15 من أبريل في عام 2023 بين الأطراف المتحاربة أنا شخصيا تواصلت مع الأطراف لحثهم على وقف إطلاق النار. لأنني أعرف أن continuation of war will not only have security implications يكون له تداعيات وإشكاليات أمنية فقط في السودان بل سيكون له أزمة اقتصادية واجتماعية على الدول الجوار للسودان أصحاب الفخامة
الخطوات التي اتخذتها مختلف الأطراف المعنية به الصراع في السودان لم تحقق work وقف دائم لإطلاق النار وتتواصل الحرب بسرعة ونحن distressing images نرى صورا of health مؤسفة and destruction every day. الدمار والتدهور الصحي South لهذا Sudan السبب فإن جنوب السودان قد focus on finding تركز بشكل a solution متسق على إيجاد حلول على إيجاد حل to the Sudanese crisis. للأزمة السودانية in our view, من وجهة نظرنا the Sudanese neighbors الدول الجوار للسودان ومنظمة الإيجاد تعمل على حل مشكلتنا. Excellencies أصحاب المعالي the priority we place إن الأولويات التي نوليها لإيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية لا تستثني المبادرات التكميلية لها بينما نشدد هنا على أهمية معرفة سياق الصراع our experience on the Sudanese conflict compels us to advise that any outside يجبرنا على الاعتراف بأن أي مبادرة خارجية سواء كانت من الإيجاد وسطة من الإيجاد فإن القمة التي نحضرها اليوم initiative وأي مبادرة أخرى لابد وأن تهدف إلى تكون مكملة للجهود السودانية من أجل إيجاد حل سلمي للصراع وينبغي علينا جميعا أن نكافح من أجل فهم سياق history التاريخ السوداني when discussing ways of ending this war. بينما نجد سبلا لإنهاء هذه الحرب والأهم من ذلك let us not be دعونا tempted to use لا lofty deals نتأثر بإيجاد بعض الصفقات عند سعينا إلى تحقيق السلام في السودان the views of the Sudanese people وفقا لرؤى الشعب السوداني they cannot be ignored فلا when يمكن finding أن نتجاهل a lasting solution to تطلعات الشعب السوداني عندما بينما نبحث عن حل مستدام لهذا الصراع إضافة إلى ذلك فإنني أدعو إلى of the EGAD initiatives توسيع مبادرات الإيجاد لتشمل كذلك ممثلين من الدول جوار السودان الذين يصارعون أيضا أو يواجهون صعوبات ويصارعون مع الآثار الصراع السوداني وآثاره الاقتصادية على تلك الدول Your Excellencies, أصحاب الفخامة. Our discussion here cannot conclude without لا يمكن أن talking about the humanitarian situation. دون الحديث عن الموقف الإنساني. The countries. كل البلدان. Represented here. الممثلة هنا. Have faced
لقد a massive influx of refugees. تدفقا كبيرا من اللاجئين. Inflow هذا التدفق exerting an immense economic and social pressure أدى إلى ضغط اقتصادي واجتماعي كبير على المجتمعات في بلداننا المعنية. لهذا السبب أنتهز هذه الفرصة لدعوة ومطالبة المجتمع الدولي للاستجابة إلى هذه والتصدي إلى هذه الأزمة بتوفير الموارد من أجل معالجة الوضع الإنساني المتفاقم. وفي الختام أود أن أؤكد مرة أخرى على أن محاولتنا لإيجاد حلول لهذا الصراع ينبغي أن تهدف إلى تحقيق ما يلي. أولا وقف إطلاق نار دائم. اثنين وقف دائم للأعمال العدائية. ثلاثة تسليم المساعدات الإنسانية أو إيصال المساعدات الإنسانية. أربعة وضع إطار عمل لمناقشة التسوية السياسية. وخامسا احترام والحفاظ على سيادة الشعب السوداني ووحدة أراضيه. مرة أخرى أشكر السيد الرئيس السيسي لتنظيم هذه القمة وعلى حسن ضيافته وعلى الاستقبال الحار لنا. كما أنني أود أن أشكر المنظمين، أشكر منظمي هذه القمة المؤقرة على حسن العمل والأداء. شكرا جزيلا.